بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 186. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد حديثه عن الأيمان: باب النذور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: باب النذر، ويصلح النذور الجمع. نعم. النذر في اللغة الإلزام، تقول نذرت دم فلان، يعني ألزمت نفسي بقتله، فالنذر هو الإلزام. يقال نذر الشيء ينذره نذرا إذا التزم به، إذا التزم بشيء لا يلزمه بأصل الشرع، هذا هو النذر. هو في اللغة مطلق الإلزام أو الالتزام، وأما في الشرع فهو إلزام الإنسان نفسه عبادة لم يلزمه الشارع بها، إلزام الإنسان نفسه عبادة لم يلزمه الشارع بها، كما لو نذر لا يصلين صلاة الضحى، أو نذر لا يصلين ركعتين نافلة، فالأصل هذا مستحب، لكن إذا نذره صار واجبا. قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. والدخول في النذر مكروه ابتداء، لأن الإنسان في سعة وفي حل، فإن أراد أن يفعل المستحبات والطاعات فعلها، وإن كان لم يتيسر له ذلك أو لم يكن عنده سعة فإنه يترك النوافل، لأن النوافل ليست لازمة، إن فعلها فله أجر وإن تركها فلا حرج عليه، لكن إذا نذرها وجبت عليه، فتحمل حملا. وكذلك الصدقة، الإنسان يتصدق بما تيسر له من ماله كثيرا كان أو قليلا، لكن إذا نذر الصدقة وجبت عليه وأصبحت فرضا عليه، وقد تكون شاقة عليه أو ليس عنده ما نذر فيدخل في حرج. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. وفي رواية: لا تنذروا، فإن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. فالنذر، الدخول في النذر مذموم لما فيه من الإحراج، ولأنه لا يفعله إلا بخيل. أما من عنده رغبة في الخير والطاعات فإنه يفعلها بدون أن ينذر وبدون أن يلزم نفسه بها، وإنما البخيل هو الذي يلزم نفسه، لأن نفسه لا تريد فعل الخير فيريد أن يلزمها بذلك. وبناء على ذلك العلماء، جمهور العلماء على أن الدخول في النذر مكروه، وبعض العلماء يرى أن الدخول في النذر محرم للنهي عن ذلك، قوله: فلا تنذروا. هذا هو حكم الدخول في النذر. أما الوفاء بالنذر، إذا نذر فإن كان نذره نذر طاعة فإنه يجب عليه الوفاء،
قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، لقوله سبحانه وتعالى وليوفوا نذورهم، وأثنى سبحانه وتعالى على الأبرار بقوله يوفون بالنذر، وكذلك قرن الوفاء بالنذر بالصدقة، قال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني فيثيبكم عليه. فالوفاء بالنذر واجب إذا دخل فيه الإنسان وكان نذر طاعة، أما إن كان نذر معصية فإنه لا يجوز له الوفاء به. وسيقسم المؤلف رحمه الله النذر إلى خمسة أقسام ويبين حكم كل قسم منها. نعم. صلى الله عليكم، أشرتم إلى أن النذر مكروه عند بعض العلماء وعند بعضهم محرم. الدخول في النذر، يعني فعله أن ينذر على نفسه يلزمه. أي نعم. كثير من العوام يظن أنه من نوع من القرب، إذا شو استبطأ شفاء مريض أو عودة غائب أو نجاح بليد أو غير ذلك، يظن أنه نوع من التقرب والأمور المشروعة، يعني يخفى عليهم أنه الدخول في النذر مكروه أو محرم. ولماذا لا يفعل الطاعة إلا ليشفي مريضه؟ ولا لماذا يعلق هذا شفاء المريض أو حصول كذا وكذا؟ لماذا لا يأتي في الطاعة رغبة فيها ابتداء؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله لا يصح إلا من بالغ عاقل. لا يصح النذر إلا من بالغ، فلا يصح النذر من الصغير لأن الصغير غير مكلف عاقل، فلا يصح من مجنون ولو كان كبيرا، لأن المجنون ليس له نية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، والمجنون ليس له نية، والصغير كذلك ليس له نية ولا قصد. نعم. ولو كافرا، إذا كان بالغا عاقلا صح نذره ولو كان كافرا، فالكافر يصح منه النذر، لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر في الجاهلية لا يبيتن ليلة في المسجد الحرام، فقال له صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. فهذا فيه دليل على أن الكافر إذا نذر طاعة أنه يلزمه الوفاء بها. نعم. لأن عمر حين نذر رضي الله عنه كان على الكفر، نعم، فألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، دليل على أن النذر ينعقد من الكافر. نعم. أحسن الله إليكم. قال والصحيح منه خمسة أقسام. النذر ينقسم إلى نذر فاسد ونذر صحيح. الصحيح خمسة أقسام. نعم. الأول المطلق مثل أن يقول النذر الفاسد مثل والعياذ بالله النذر للقبور، النذر للأضرحة، ولأمكنة المعاصي، تعمير أمكنة المعاصي، هذا نذر فاسد ومعصية لله عز وجل. نعم. الأول المطلق مثل أن يقول لله علي نذر ولم يسم شيئا فيلزمه كفارة يمين. الأول النذر المطلق وهو الذي لم يسمي الناذر فيه شيئا، فليقول لله علي نذر ولم يقل أن أصوم، أن أصلي، أن أحج، أن أفعل كذا وكذا، فكيف يؤمر؟ يؤمر بأن يكفر كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام. نعم. الثاني نذر اللجاج والغضب. الثاني نذر اللجاج والغضب، كأن يغضب الإنسان ويستلج من النزاع والخصام، فيقول لله علي نذر إن حصل كذا لأصومن سنة أو أصومن شهرا أو أصوم شهرا. هذا نذر لم يقصد به الطاعة، وإنما قصد به مقصد اليمين، قصد به مقصد اليمين، يعني حلف وهو غضبان أو وهو في لجاج وخصام، إن كان هذا الأمر صحيحا أو إن لم يفعل كذا لأحجن أو لأصومن أو لأصلين، وهو ليس قصده الطاعة وإنما قصده اليمين، ففيه كفارة يمين فقط. نعم. قال الثاني نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب،
وهو في حال غضب وفي حال غضب أو نجاج هذا قال فيخير بين فعله وكفارة يمين. هذا واضح أنه لم يقصد النذر. القربة لم يقصد القربة وقصد النذر نعم لكنه القربة. لم يقصد القربة وإنما قصد تأكيد كلامه أو نفي كلام خصمه أو قصد إلزام نفسه بفعل شيء لا على وجه القربة وإنما من باب تبرير موقفه فقط. فهذا يخير بين فعل ما نذر إذا كان نذر طاعة أو كفارة يمين لأنه لم يقصد النذر العبادة. نعم. الثالث نذر المباح كلبس ثوبه وركوب. الثالث إذا نذر أمرا مباحا كأن نذر لا يلبسن ثوبه أو نذر لا يأكلن اللحم فهذا أمر مباح أو نذر لا يقيمن وليمة لأصدقائه من الأغنياء وغير المحتاجين لا يقيمن لهم مأدبة فهذا يعتبر من نذر المباح يخير بين فعله وبين كفارة يمين إن لم يفعله. نعم. قال الثالث نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته فحكمه كالثاني وهو نذر اللجاج والغضب خير بين فعله وبين كفارة يمين لأنه لم يقصد التقرب بذلك. نعم. وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب له أن يكفر ولا يفعله. إذا نذر فعلا مكروها كأن نذر أن يطلق زوجته أو نذر أن يترك صلاة الضحى مثلا أو يترك الراتبة التي مع الفريضة فهذا نذر أن يترك مستحبا مستحبا وهذا النذر وهذا المنذور مكروه. نعم. فالأحسن له أن يكفر عن يمينه ولا يفعل هذا المكروه. نعم. وإن فعله انحل نذره. نعم. قال استحب له أن يكفر ولا يفعله. أي نعم لأن فعله مكروه. نعم. الرابع نذر ولو فعله انحل نذره. نعم. الرابع نذر المعصية كشرب خمر وصوم يوم الحيض والنحر فلا يجوز الوفاء به ويكفر. الرابع نذر المعصية كشرب خمر وصوم يوم الحيض أن يشرب الخمر أو أن يشرب الدخان أو أن يأكل من الميتة أو من الخنزير هذا نذر محرم فهذا لا يجوز له الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه أو نذر أن يترك صلاة الفجر مثلا هذا نذر معصية لا يجوز له الوفاء به ويلزمه كفارة يمين على المذهب. والقول الثاني أنه لا يلزمه شيء لأن هذا النذر غير منعقد. نعم. وهذا هو الصحيح. نعم. الأرجح أنه لا يلزمه شيء لأنه نذر غير منعقد. نعم. أحسن الله إليكم. قال الخامس نذر التبرر مطلقا أو معلقا. نذر التبرر المراد به الطاعة من البر أو الطاعة فمن نذر طاعة وجب عليه الوفاء به وهو على قسمين نذر مطلق كأن يقول لله علي أن أصلي لله علي أن أتصدق لله علي أن أحج هذا يلزمه الوفاء به المبادرة بالوفاء به لأنه وجب عليه من حين نذر. الثاني أن يعلقه على شرط كأن يقول لله علي إن شفى الله مريضي أن أصوم 10 أيام أو أن أتصدق بكذا وكذا هذا نذر طاعة لكنه غير منجز وإنما هو معلق على شرط. نعم. فإذا حصل الشرط وجب النذر لأنه إذا حصل الشرط حصل المشروط فيجب عليه الوفاء عند تحقق الشرط الذي علق نذره عليه قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه وهذا يشمل النذر المنجز والنذر المعلق. نعم.
قال الخامس نذر التبرر مطلقا أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه كقوله إن شفى الله مريضي، هذا المعلق. نعم. أو سلم مالي الغائب. نعم. فلله علي كذا. نعم، هذا يلزمه الوفاء به إذا كان منجزا في الحال، إذا قدر على ذلك. قال فوجد الشرط لزمه الوفاء. وأما إذا كان معلقا فإنه لا يلزمه الوفاء حتى يوجد الشرط الذي علق عليه. نعم. قال فوجد الشرط لزمه الوفاء به. نعم، لوجود المعلق عليه. نعم. نعم. إلا إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فإنه يجزئه قدر الثلث، وفيما عداها يلزمه المسمى. نعم. إذا نذر أن يتصدق بماله كله فهذا ليس نذر طاعة، لأنه لا يجوز له أن يبقى بدون مال ويكون عالة على الناس، فإذا نذر أن يتصدق بماله كله أجزأه الثلث. الحمد لله. وأجزأه الثلث. أو نذر مسمى من ماله يزيد على الثلث، نذر بيتا مثلا أو عمارة. نعم. قيمته تزيد على ثلث ماله، فإنه لا يلزمه إلا مقدار الثلث، لأن رجلا من الصحابة نذر أن ينخلع من ماله كله صدقة لله عز وجل، فقال له صلى الله عليه وسلم يجزيك الثلث. وهذا من رحمة الله بعباده، فإن الإنسان بحاجة إلى المال، وكونه يخرج من ماله كله ولو كان يقصد الصدقة لله فإن الله يرضى منه بالثلث فقط، ولا يرضى منه أن يخرج ماله كله ويبقى عالة على غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال فإنه يجزئه قدر الثلث، وفيما عداها يلزمه المسمى. فيما عدا هذه المسألة يلزمه المسمى مما نذر، إذا كان لم ينذر ماله كله أو ما يزيد على ثلث ماله، ما عدا هذه المسألة يلزمه المسمى قليلا كان أو كثيرا، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. نعم. قال ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع. من قال لله علي أن أصوم شهرا لزمه التتابع، سواء صام شهرا بالهلال أو بالعدد، لأن كلمة الشهر تقتضي التتابع. نعم. وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه إلا بشرط أو نية. أما إذا نذر أن يصوم أياما معدودة، كأن نذر أن يصوم 10 أيام، فله أن يصومها متتابعة أو متفرقة، إلا إذا نوى أن يصومها متتابعة فإنها يلزمه المتابعة لنيته. نعم. قال لم يلزمه إلا بشرط أو نية. إلا بشرط أو نية، يعني شرط باللفظ بأن قال أصوم 10 أيام متتابعة. نعم. هذا شرط، أو لم يشرط باللفظ وإنما نوى هذا فيلزمه التتابع أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب القضاء. نعم. لما كان الناس إذا اجتمعوا وكثروا يحصل بينهم منازعات وخصومات، ويحصل من بعضهم تعد على بعض، ويحصل من بعضهم ظلم لبعض، لأن الناس إذا اجتمعوا يكون فيهم الأشرار ومن فيهم نزعة الشر، ويكون فيهم الظلمة، ويكون فيهم المجرمون والمعتدون. نعم. فلا بد من حكم بينهم يحكم بينهم بالقسط والعدل، وينصف مظلومهم من ظالمهم. ولهذا أقام الله السلطان وإمام المسلمين من أجل أن يقوم بالقسط بين الناس، وأن يقيم العدل بين الناس، وأنزل الله شريعته، أنزل القرآن والسنة ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه،
يحكم بين الناس بما اختلفوا فيه، وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، فلا لا بد من الحكم بما شرع الله سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله، ولا يقوم العدل إلا بذلك. فلا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله من القوانين والأنظمة المخالفة للشرع، لأنها جور وظلم، لأنها من وضع البشر، والبشر يدخله الهوى ويدخله الغفلة والنسيان وقصور الإدراك، فلا تضمن هذه القوانين أو هذه الأنظمة البشرية، لا تضمن العدل بين الناس، بل قد تكون هي الجور بعينه. نعم. ولذلك الله جل وعلا لم يكلنا إلى عقولنا وأفكارنا أو رأي فلان أو علان، وإنما أنزل علينا كتابا نحكم به إلى أن تقوم الساعة. قال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. ولم يقل بما رأيت، وإنما قال بما أراك الله، لأن الله جل وعلا يعلم مصالح عباده ويعلم ما يصلحهم وما يضرهم منذ خلقهم إلى أن تنتهي الدنيا، وهو يعلم مصالحهم في مختلف العصور ومختلف الأزمان ومختلف المجتمعات، وهو يعلم مصالحهم. فلذلك أنزل الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وليقوم العدل في الأرض. ومن ثم كان لا بد للناس من قاض يحكم بينهم بما أنزل الله، إما نفس الوالي والخليفة، وإما أن يقيم بدلاً عنه من يحكم بين الناس من أهل العلم من العلماء الربانيين، كما أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كانوا يقيمون من يحكم بين الناس من القضاة، لأنهم لا يستطيعون مباشرة كل القضايا وكل أمور الدولة وأمور الأمور الخارجية، هم مشغولون، فأنابوا في القضاء من يقوم به من أهل العلم، وهذا هو منصب القضاء الموجود الذي هو مضمون كتابنا الآن، كتاب القضاء. والقضاء هو بيان الحكم مع الإلزام به، بيان الحكم الشرعي مع الإلزام به، بخلاف الفتوى فإنها بيان الحكم من غير إلزام. هذا هو الفرق بين القضاء والفتوى. والقضاء يطلق على معان كثيرة، منها غير الحكم، كما في قوله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر ووصى، أي أمر ووصى. وكما في قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات، يعني فرغ من خلقهن. وقال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة، يعني فرغتم من أدائها. فيطلق القضاء على الفراغ أيضا، ويطلق على الإخبار، كما قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي أخبرناهم بذلك. فيطلق القضاء على معان كثيرة، منها المعنى الذي معنا الآن، وهو بيان الحكم الشرعي مع الإلزام به، وفصل الخصومات، بيان الحكم مع الإلزام به وفصل الخصومات. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا وأنزل علينا كتابا يحكم بيننا وينصف بعضنا من بعض
ولم يكلنا إلى أهوائنا ورغباتنا وآرائنا وعقولنا. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، قد بقي معنا قليل من الوقت، لكن ندعو الدخول في تفاصيل أحكام هذا الكتاب لحلقة قادمة إن شاء الله بعد هذه المقدمة الضافية. جزاكم الله خيرا شيخنا ونفع بكم. إخوتنا المستمعين الكرام، نأتي بهذا إلى نهاية لقائنا من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول نسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.